وهذا الطواف في حق المفرد والقارن سنة، أما في حق المتمتع فهو ركن لأنه طواف للعمرة. وهل هو أي طواف القدوم هل هو سنة لأهل مكة؟ اختلف العلماء في هذا، وهذه المسألة لها أهميتها في ثبوت سنية الطواف أي طواف القدوم لأهل مكة من عدمها. فمن قال إنه سنة قال إن السعي الذي يؤتى به بعد هذا الطواف يصح على أنه سعي حج، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك ثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ومن قال إنه ليس بسنة فلو طاف أهل مكة ثم سعوا فسعيهم للحج غير صحيح. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعجب ممن يفتي لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم ثم يسعوا سعي الحج، فإن هذا السعي لا يصح منهم. وهذه الفتوى لم تأتي عن الأئمة وليس لها أصل، فكيف يفتى بهذا؟ ونحن أيضا نعجب من كلام الشيخ رحمه الله، كيف والعلماء قد اختلفوا فيها، بل إن الأكثر يرى أن طواف القدوم سنة لأهل مكة، وهي موجودة في المغني وفي حاشية الروض. وعلى هذا الاختلاف هل يصح سعي أهل مكة بعد هذا الطواف أو لا يصح؟ ولو سألت هل أهل مكة قدموا حتى يصبح في حقهم طواف قدوم؟ وإذا الصحيح أنه ليس بسنة، لكن لو طافوا لا يجعلون هذا السعي سعي حج.